بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأشرف المرسلين. هنبدأ مع بعض إن شاء الله يا رب كورس الشوب دروينج باستخدام برنامج الأرماكاد. معاكم من المايك مهندس عبد الرحمن محمد لبيب، مهندس في أحد الشركات الفرنسية اللي بيشتغل في أكتر من مجال، من ضمن المجالات اللي بيشتغل فيها الشركة مجال الشوب دروينج. واللي ما يعرفش كورس الشوب درونج ده هيفيد المهندس المدني الانشائي. والشوب درونج ايه هو، برنامج الارماكاد ايه هو، ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله من خلال الكورس ده. مبدئيا في حاجة احنا بنفكر مع بعض، مبدئيا يعني كل حاجة وليها سبب. فايه السبب اللي خلاني ان انا ابدأ ان انا اعمل الكورس ده؟ اللي خلاني اعمل كورس الشوب درونج باستخدام برنامج الارماكاد اكتر من حاجه. اولا ان الشوب درونج في حد ذاته بقى من الحاجات المهمه قوي في الفتره اللي فاتت بالنسبه للمهندسين الانشائيين، يعني خاصه مع المباني المعقده والكومبلكس ستراكشرز والناطحات السحاب والابراج اللي بنشوفها في الخليج وفي اكتر من دوله في العالم. دي الحاجة الأولى. الحاجة التانية إن الحمد لله رب العالمين إن ربنا كرمني إن أنا اتعلمت الشوب دروينج كويس مثلا، أو خدت عنده فكرة كويسة في الكلية، وبعد كده بعد ما اتخرجت ربنا كرمني إن أنا اشتغلت في أماكن بتدعم الشوب دروينج يعني، وبنحتاج فيها الشوب دروينج، فأنا اتعلمت الشوب دروينج الحمد لله كويس. فمش بالضرورة إن تكون الفرصة دي جات لكل زمايلي المهندسين سواء في مصر أو من الدنيا أو في الخليج أو الوطن العربي أو يمكن في العالم. فحبيت ان انا اعمل الكورس ده عشان خيركم من تعلم العلم وعلمه زي ما علمنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. انا بكلمكم من القاهره، من مصر وام الدنيا، وان شاء الله يا رب مش هنطول في المقدمه، واتمنى ان يكون يا رب الكورس مفيد لكل زمايلي المهندسين او كل زمايلي الطلبه اللي في الكليه لسه، حتى لو مش هيشتغل في مجال الشوب درونج الا انه يكون مفيد بوجه عام يعني. طيب دي النقطة الأولى. إيه اللي خلاني إن أنا أقول برضو الكورس ده؟ من ضمن الأسباب إن أنا لما جيت أشتغل في الشركة الفرنسية اللي أنا بشتغل فيها دلوقتي، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمني إن أنا بشتغل في مكان كويس، لما جيت أشتغل في الشركة دي عرفت إن برنامج الأرماكاد من البرامج المطلوبة. طيب برنامج الأرماكاد أنا دورت عليه على النت كتير، عملت سيرش كتير على النت علشان ألاقي برنامج الأرماكاد، البرنامج نفسه ملقتوش. طيب يا ترى ان انا الاقي اي توتوريالز ليه بحيث ان انا اتعلم البرنامج؟ برضو ما لقيتوش. لقيت توتوريالز بس حاجات قليله جدا اللي موجوده باللغه العربيه، وما اقدرش اقول ان هي ماده علميه قويه، يمكن يكون احد من زمايلي التانيين لقى، انما انا في الواقع انا ما لقيتش اي ماده علميه قويه بالعربي لبرنامج الارماكاد. فالحمد لله رب العالمين ان دلوقتي بقيت كويس برنامج الارماكاد، فعشان كده حبيت ان انا زي ما انا اتعلمت حاجه اعلمها لغيري بحيث ان يبقى في محتوى عربي للبرنامج المهم ده. طيب ممكن نبدا في محتويات الكورس ونشوف ايه محتويات الكورس. كورس كونتنتس، محتويات الكورس. اول حاجه انا هحاول ان شاء الله يا رب يكون الكورس مبسط ده مبدئيا، وفي نفس الوقت هحاول ان هو برغم البساطه اللي فيه احاول ان انا ان شاء الله اقدم ماده علميه محترمه، ماده علميه قويه، واحاول برضو ان يبقى فيه ان شاء الله يا رب امثله عمليه حتى لو بسيطه. بس من المعروف ان المهندس بيفكر ازاي يحل المشكلات، فلما ادي للمهندس مثلا الزميل الفكره بوجه عام يقدر بعد كده المهندس الزميل يقدر يطورها ويبني عليها. ومن المعروف ان العلم ده مساله تراكميه، يعني مفيش حد اتعلم مره واحده كل حاجه، مفيش حاجه وصلنا فيها للابداع مره واحده، الا ان كل يعني حد بيجي يكمل على الباحث او العالم اللي قبله او الدارس اللي قبله. خلينا نبسط الامور. طيب نبدا في الموضوع عشان ما اطولش على حضراتكم. طيب الكورس كونتنتس، ايه محتويات الكورس؟ اول حاجه الكونسبت اوف شوب درونج، يعني ايه اصلا شوب درونج؟ ليه بنعمل شوب درونج؟ طيب الشوب درونج سوفت وير بعد كده هي النقطه الثانيه، ان هو في برامج بنقدر ان احنا نعمل عن طريقها الشوب درونج ده. طيب ايه هي البرامج دي ونقدر نتعرف عليها او ناخد نبذه سريعه عن كل برنامج منهم؟ طيب من ضمن البرامج دي برنامج الارماكاد. طيب انا ان شاء الله يا رب الكورس اللي انا هندرسه مع بعض انا وحضراتكم هيكون بخصوص برنامج الارماكاد. طيب السؤال المنطقي، ليه الارماكاد؟ يعني انا دلوقتي بقول ان برنامج الارماكاد ده برنامج
هو اللي هنشتغل بيه في الكورس. طيب ممكن مهندس من المهندسين الزملاء يقول لي طب ليه برنامج الارماكات فيه برامج تانية وتالتة ورابعة، في برنامج تاني وكذا وكذا، ليه برنامج الارماكات بالذات؟ فده اللي احنا ان شاء الله رب هنعرف في النقطة التالتة، واي ارماكات. طيب بعد كده هندخل في ال في البوينتس بقى، بالنسبة لبرنامج الارماكات هناخد الاول جنرال بوينتس، حاجات عامة في برنامج الارماكات، وبعد كده ندخل في الموضوع بالتفصيل شوية ارماكات تولز، وبعد كده ندخل في الاكزامبلز اللي هي ان شاء الله رب هتكون اخر حاجه في الكورس بتاعنا. كويس. طيب ندخل بعد كده في النقطه الاولى اللي هي كونسبت اوف شوب درونج. كونسبت اوف شوب درونج، واتس شوب درونج، احنا يعني ايه اصلا شوب درونج، وواي شوب درونج، ليه هنعمل شوب درونج؟ في حاجه في الشوب درونج اسمها بار بيندنج سكيدولز، بي بي اس، هنعرف البي بي اس وازاي نعملهم وايه الكونسبت بتاعهم. بعد كده نوتس اباوت شوب درونج، يعني حاجات عامة عن الشوب درونج زي الجنرال نوتس والكود المستخدم يوزد كود والكونكريت كفر الغطاء الخرساني انكرج لينس اند لاب سبلايس، ودي حاجات كلها هندخل فيها ان شاء الله هنعرفها كلها. طيب لو هنبدا دلوقتي سيشن الاول، انا حبيت ان انا برضو لما ادي عنوان للكورس يعني ارجع للنقطة دي وندخل منها تاني في كونسبت الشوب درونجز. انا لما حبيت اعمل الكورس بتاعي سميته شوب درونجز يوزنج ارماكاد. انا هنا اقصد في حاجتين، الشوب درونج في حد ذاته، كورس الشوب درونج في حد ذاته، وان شاء الله يا رب يعني ده هيبقى موضوع بسيط، وده اكتر من مهندس زميل اتكلم في الموضوع ده قبل كده، بس هو جديد عندي اللي انا شايفه وموجود عندي، اللي مش موجود ما شفتوش قبل كده، يمكن يكون موجود بس انا في الحقيقه ما شفتوش، لو باستخدام برنامج الارماكاد، باستخدام برنامج الارماكاد. يعني هي دي النقطه المميزه، يعني ان في شوب درونج، في زملاء قبل كده قبلي عملوا كورسات للشوب درونج، وطبعا ده مجهود مشكور وانا اتعلمت منهم كتير، فزي ما انا في زملاء علموني زي ما انا ان شاء الله يا رب يمكن اقدر اعلم غيري، وزي ما قلت لحضراتكم ان العلم ده مساله تراكميه، كل واحد فينا بيكمل على اللي بعده، بيكمل على اللي قبله عفوا. طيب كونسبت اوف شوب درونج عشان نبدا في ندخل في الموضوع على طول ما نضيعش وقت. كونسبت اوف شوب درونجز، يعني ايه شوب درونج؟ واتس شوب درونج؟ ايه اصلا الشوب درونج ده؟ الشوب دروينج هو ببساطة عملية تفصيص الحديد. هو الشوب دروينج مبدئيا عشان نرجع للأصل، الشوب دروينج عبارة عن حاجتين. يعني ايه كلمة شوب دروينج؟ الأول شوب دروينج يعني رسومات الورشة. يعني ايه رسومات الورشة؟ يعني الرسومات التنفيذية أو المخططات التنفيذية، يعني بيقال عليها رسومات تفصيلية، يقال عليها رسومات تنفيذية، يقال عليها ان هي الرسومات التفصيليه التنفيذيه، مخططات تنفيذيه. طيب ايه موضوع بقى الشوب درونج ده؟ موضوع الشوب درونج ده ببساطه ان الشوب درونج ده احنا عارفين كمهندسين مدنيين انشائيين ان بيبقى فيه حاجه اسمها ديزاين سكتش. ايه الديزاين سكتش؟ الديزاين سكتش ده هو عباره عن ان المهندس المصمم عمل التصميم بتاعه، خلص التصميم بتاعه، بيطلعه في لوحه، اللوحة دي بيظهر فيها الحديد بوجه عام هيبقى عامل ازاي في القطاعات المصممة. اذا كان مثلا هيعمل حديد في بلاطة، بلاطة سقف مثلا، فحديد بلاطة السقف ده هيبقى متوزع في الاتجاه مثلا الافقي وفي الاتجاه الرأسي، اذا كان شبكة او شبكتين واكتر او اقل، واتيفر بقى حسب التصميم، حسب الاحمال، وحسب حاجات كتير المهندسين الانشائيين طبعا يعرفوها. طيب لما مهندس قال مثلا هنعمل حديد خمس اسياخ قطر السيخ مثلا 12 ملي في المتر في كل الاتجاهين، في الاتجاه الطولي وفي الاتجاه العرضي، ده كده المهندس المصمم قال كده. طيب هل لو انا عملت اللوحة دي بس كده واديتها للمهندس او للعامل اللي بينفذ في الموقع، هل هو هيقدر ينفذها ولا لا؟ يعني ايه ينفذها؟ يقدر ينفذها يعني هل هو العامل اللي في الموقع هيقدر ان هو يقطع الحديد بحيث يوفي للمهندس المصمم اللي هو طلبه في اللوحه؟ ايه ده يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني هل الراجل الحداد العامل اللي في الموقع او المهندس اللي في الموقع مهندس التنفيذ هل هيقدر ينفذ اللي مطلوب في اللوحه بتاعه المهندس المصمم ولا مش هيقدر؟ والله ممكن اي حد يقول يقدر، ايه المانع ان هو ما يقدرش؟ يعني لا، هو ممكن يكون في موانع. زي ايه مثلا؟ هي مش موانع ان هي تمنعه ان هو ينفذ، الا ان هي معوقات تصعب عليه عمليه التنفيذ. ازاي؟ ان ممكن يكون
السقف مثلا او البلاطه اللي هيتنفذ فيها الحديد ده ممكن يكون فيها فتحات، ممكن يكون فيها دروبات، ممكن يكون فيها ميول، ممكن يكون فيها اكتر من حاجه. الحاجات دي هل المهندس هيعرف، مهندس السايت، مهندس الموقع، هل هيعرف يتعامل معاها ولا لا؟ بحيث ان الحديد مثلا يتقطع حوالين الفتحات، بحيث ان الحديد يتوزع التوزيع المنتظم، يعرف يتوزع التوزيع المظبوط. مهندس الموقع هيقدر يعمل كل ده؟ وكمان العامل اللي هو الحداد هيقدر يعمل الحديد ده ولا مش هيقدر؟ والله يعني لو البلاطة بسيطة هيقدر. طب لو هي بلاطة معقدة هل هيقدر ولا مش هيقدر؟ طيب دي نقطة من النقط اللي هي الجزء الأول اللي هو جزء الحديد التسليح. يعني what is shop drawing؟ الشوب drawing هو الرسومات التنفيذية أو الرسومات التفصيلية اللي عن طريقها يقدر مهندس الموقع والعمال اللي في الموقع زي الحداد ان هم ينفذوا اللوح اللي طلبها المهندس المصمم. ايه ده يعني هي مرحلة متوسطة؟ اه هي مرحلة متوسطة ما بين ايه وايه. الشوب دروينج هي مرحلة متوسطة من الرسومات ما بين مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ. طيب اوكي مفيش مشاكل. طيب ده بالنسبة للتحديد، بالنسبة للحديد هو الشوب دروينج حديد بس؟ لا، في كمان حاجة. ايه هي الحاجة التانية؟ الحاجة التانية اللي هي الخرسانة. يعني ايه الخرسانة يا باشمهندس؟ يعني الفورم ورك. يعني ايه الفورم ورك؟ الفورم ورك اللي هو الشداد. طيب فهمنا اكتر يا باشمهندس عبد الرحمن ايه موضوع الشداد ده. من المعروف ان بالنسبة للمهندسين الانشائيين، مهندس مدني انشائي، ان هو بيكون عشان ينفذ اي منشأ ايا كان هو ايه بيبقى فيه شدات، عادة بتبقى شدات خشبية او معدنية. طيب وبعدين الشدات دي علشان يقدر العامل اللي هو النجار او المهندس المنفذ، مهندس التنفيذ، يقدر ينفذ اللوحات المطلوبة. من المعروف ان لوحة التصميم بيبقى فيها حاجتين، لوحة اسمها concrete dimensions اللي هي لوحة الابعاد الخرسانية، دي ما بيكونش فيها تسليح، دي بيكون فيها ابعاد خرسانة. واللوحة التانية بيبقى اسمها لوحة التسليح reinforcement details. طيب مهندس التنفيذ والناس اللي معايا في الموقع زي العمال، زي النجارين، زي الحدادين وهكذا، علشان يقدر ينفذ الحاجة دي، عشان يقدر ينفذ المنشأ ده زي مثلا مبنى سكني او مبنى تجاري او برج او whatever، عشان يقدر ينفذ الكلام ده محتاج حاجتين اساسيتين. الحاجة الاولى هي لوحة الشدات الخشبية او الشدات المعدنية whatever، هي لوحة الشدات. طيب يا باش مهندس، طب ما هو في المباني السكنية التقليدية مثلا ما بيكونش فيه لوحة شوب درونج ولا لوحة خرسانة فورم ورك، ابعاد خرسانيه فورم ورك اللي هي لوحه شدات خشبيه، او او اللوحه التانية اللي هي لوحه التسليح اللي هي بتاعه الشوب درونج ريفورسمنت. اه هو فعلا في المباني السكنيه البسيطه او المنشات البسيطه احنا مش محتاجين ده، انما هندخل بقى في النقطه التانية اللي هي واي شوب درونجز بقى. في حاله ان يكون المبنى معقد، يعني ايه مبنى معقد؟ يعني احنا بنشوف في الخليج مثلا، في دبي على سبيل المثال، او في اي مكان، حتى في اماكن كتير في العالم، بيبقى في دلوقتي المباني ما بقتش مجرد مباني بسيطه، بقت كومبلكس ستراكشرز. كومبلكس ستراكشرز يعني مباني متعدده الاستخدامات، مباني معقده. ومش شرط ان هي تكون مباني، ممكن تكون حاجات تانية كتير غير المباني، بس هنتكلم مبدئيا في المباني. بتبقى في تعقيدات كتير، تعقيدات كتير. يعني المبنى ممكن يكون واخد اشكال مختلفه، ممكن يكون شكل معماري للمبنى معقد، ممكن يكون معقد جدا، ممكن يكون المبنى فيه تفاصيل كتير. وبعدين مش شرط يكون مبنى سكني اصلا. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني ممكن يكون مبنى اداري، ممكن يكون مبنى في محطه زي محطه كهرباء، محطه نوويه. ايه يا باشمهندس ده؟ هو احنا عندنا في الشرق الاوسط مثلا، في الدول العربيه، في محطات نوويه؟ مين قال ان المهندس هيشتغل في الشرق الاوسط بس؟ ممكن المهندس يشتغل في اي حته في العالم. فاذا كنت انت هتشتغل في محطات زي محطات المترو، اذا كنت هتشتغل في محطات الكهرباء، اذا كنت هتشتغل في محطه نوويه، اذا كنت هتشتغل في خزانات، اذا كنت هتشتغل في مجال البترول، اذا كنت هتشتغل في حتى المباني، الابراج والناطحات سحاب وكذا وكذا، دي مش بالضروره ان هي تكون بسيطه خالص، بالعكس دي بتبقى مباني معقده، واحيانا بتكون معقده جدا. طيب هل هيقدر النجار اللي هو هيعمل الشده الخشبيه او اللي هيعمله الشده المعدنيه، شركه الشدات، بقى في الحاله دي احنا ممكن نحتاج شركه شدات متخصصه، هل هيقدروا يشتغلوا من لوحات الديزاين سكتش؟ لا. طب لو هيقدروا يشتغلوا من لوحات الديزاين سكتش هيبقى فيها مشكلتين. المشكلة الأولى الصعوبة، والصعوبة دي هيولد عنها إن هناخد وقت كتير.
يعني لو الحاجة ممكن تتعمل سي في المبنى مثلا، ممكن تتعمل سي في شهر، ده بسبب الصعوبة والتعقيدات اللي فيه، ممكن تتعمل في سنة. يا معقولة؟ اه طبعا، لأن الموضوع ممكن يكون معقد جدا حسب درجة التعقيد. يبقى دي النقطة الأولى اللي هي نقطة الصعوبة، والصعوبة هيتولد عنها الوقت والمجهود، واللي هو هيساوي في الآخر فلوس، لأن يعني كل ما يكون الوقت بيزيد كل ما تكون تكلفة المشروع بتزيد. مظبوط. طيب وبعدين يا باشمهندس، النقطة التانية هي نقطة الكواليتي. الكواليتي اه طبعا الدقة. ما هو لما انا اكون اعمل آه لما اكون يكون في مرحلة متوسطة المفروض تكون موجودة وما اعملهاش، ده هيكون من الصعب جدا ان الناس اللي في الموقع تقدر تنفذ، خاصة ان النجار او الحداد مش بيكون تعليمهم من التعليم العالي جدا، ممكن يكون عندهم خبرة كبيرة جدا بس مش بالضرورة ان هو يقدر يفهم الرسومات المعقدة بتاعة الديزاين سكتش، اللي هي الرسومات التصميمية. ففي الحالة دي يبقى لازم، بقت حاجة ضرورية جدا ان يكون في رسومات تنفيذية تبسط على الناس اللي في الموقع الشغل ده. مظبوط ولا مش مظبوط؟ كلام منطقي. طيب ونزود على كده كمان حاجة. ايه هي كمان حاجة؟ التوفير. يعني ايه يا باشمهندس التوفير؟ اه طبعا التوفير. لو افترضنا ان في مشروع في حديد 1000 طن حديد في مصر بأسعار 2014 مثلا، نقول طن الحديد متوسط مثلا 6000 جنيه مثلا، على اعتبارنا ان احنا بنشتغل في مصر ومشروع محتاج مثلا 1000 طن حديد. طيب لو اعتبرنا ان التوفير في الحديد، لو احنا ما عملناش رسومات الشوب درونجز، هيكون التوفير في الحديد مثلا او الهادر، انا اسف، الهالك، الهادر، الواست، الحديد اللي هيضيع بدون استخدام مفيد، هنفترض ان هو مثلا 6%. يا 6%؟ اه طبعا 6% وارد. طيب ده في مشاريع ممكن يكون اكتر من كده او اقل، بس انا بضرب رقم كمثال. طيب لو افترضنا ان في 6% حديد هادر، 6% من ال1000 طن هيبقى كام؟ حسبة بسيطة نقدر نعرف ان 6% دول يطلعوا حوالي نقول 60 طن. مظبوط. لو هي ال1000 طن في 6% يطلع 60 طن. طيب ال60 طن دول لو اعتبرنا ان طن الحديد ب6000 جنيه متوسط، يعني يبقى فيها حوالي هادر حوالي 360,000 جنيه على سبيل المثال. طيب ايه الحل التاني؟ لو احنا بقى عملنا رسومات الشوب درونجز، الشوب درونجز فيها ميزة ان هي بتقلل الهادر جدا، تقلل الهادر جدا. اه الهادر ممكن يوصل لصفر. ياه معقولة؟ لا يا باشمهندس انت كده بتبالغ. لا انا مش ببالغ. الهادر ممكن يوصل لصفر او 0.5%، 1%. طيب طب لو الحديد وصل الهادر فيه لصفر في المية، بلاش 0%، خليها 1%. 1% هادر، يبقى احنا وفرنا كام طن حديد؟ لو قلنا 1% في 1000 طن برضو هم، يبقى احنا كده هنهدر 10 طن حديد بس، ووفرنا كام طن؟ 50 طن حديد. 50 طن حديد دول لو ضربناهم في 6000 جنيه سعر متوسط، يبقى وفرنا 300,000 جنيه. ياه ده الموضوع مفيد بقى يظهر. اه الموضوع في الحقيقه مفيد. ممكن واحد يقول لي طب يا باشمهندس اوكي ماشي، ما انت وفرت 50 طن حديد مثلا كنت هتهدرهم بس ما هدرتهمش، في حين ان كان ممكن ان المهندسين مثلا اللي هيشتغلوا دول اللي هيعملوا رسومات الشوب درونجز ما هم برضه هياخدوا مرتبات وي. اه طبعا هياخدوا مرتبات وي، بس لو حسبتها هتلاقي ان اوفر كوست، التكلفه الاجماليه، تكلفه الوقت اللي هتوفره كتير، والهادر اللي هتوفره كتير، وحاجات تانية كتير، والصعوبة اللي هتوفرها هتوفر عليك يوميات مصنعيات وحاجات تانية كتير، هتكتشف ان التكلفة الإجمالية نزلت بنسبة كبيرة. انا مش هقدر اقول رقم بالتحديد عشان مبقاش ببالغ او بتكلم في ارقام عشوائية، الا ان هي الشوب درونجز اثبتت، رسومات الشوب درونجز اثبتت فعلا 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 كفاءتها واهميتها البالغة. ده بالنسبة للتوفير. فيبقى احنا كده عندنا الصعوبة والسرعة والدقة والتوفير. اوكي يبقى احنا عرفنا كده ليه رسومات شوب درونجز دي مهمه. طيب ندخل بقى في النقطه اللي بعدها اللي هي بار بيندنج سكيدولز، بي بي اس. ايه موضوع البار بيندنج سكيدولز ده؟ البار بيندنج سكيدولز هي عباره عن جداول. الجداول دي فيها وصف مختصر سريع دقيق لكل سيخ من الاسياخ اللي موجوده في لوحة التصميم او لوحة الشوب درونج. يعني ايه يا باشمهندس فهمنا اكتر؟ طيب لو احنا دلوقتي اعتبرنا ان المهندس اللي بيشتغل في لوحة الشوب درونج اللي هي كان عنده لوحة ديزاين درونجز
وعمل فيها حولها من لوحة ديزاين درونج إلى لوحة شوب درونجز. طيب بقت بدل ما هي لوحة تصميمية بقت لوحة تنفيذية اللي هي المرحلة التانية من العمل الهندسي. المهندس بعد ما عمل اللوحة التسليحية دي بطريقة الشوب درونجز هيعمل بعدها ايه؟ يعمل جدول. يعمل جدول يعمل جدول. الجدول ده فيه ايه يا باشمهندس؟ فيه وصف لكل سيخ. يعني ولنفترض ان السيخ رقمه هنديله رقم ولنفترض 1، السيخ ده قطره ولنفترض 12 ملي، وطوله ولنفترض 12 متر، وشكله الشكل الفلاني هنديله شكل ورسمه للشكل بتاعه بتاع السيخ. في حاجه اسمها الشيب كود ودي لسه هنعرفها بعد كده. ووزنه هيكون تقريبا، مش تقريبا، هو وزنه هيكون كذا، وموجود عدده مثلا سي 100 مره، فيبقى اجمالي الوزن بتاعه كذا. هو ده باختصار البار بيندنج سكيدول، والكلام ده هيكون لكل سيخ. يعني البار بيندنج سكيدولز دي بيكون فيها الكلام ده لكل سيخ. طيب ممكن يا باشمهندس تورينا مثال للبار بيندنج سكيدولز دي؟ هنشوف امثله طبعا ان شاء الله، بس لسه مش وقتها دلوقتي، احنا بس بنتكلم دلوقتي في كونسبت. انا قصدي ان البار بيندنج سكيدولز دي هي بتكون الجداول، جداول التسليح اللي بيكون فيها الحديد، وصف لكل سيخ حديد وعدده ووزنه، كل وصف دقيق لكل سيخ حديد بارقامه وبالشكل بتاعه وكل حاجه. كويس. طيب دي فايدتها ايه يا باشمهندس؟ البار بيندنج سكيدولز دي بعد ما احنا عملناها يعني مانوال، يعني لا عملناها في طرق مانوال وفي طرق اوتوماتيك، وده اللي احنا لسه هنعرفه بعد كده. طيب البار بيندنج سكيدولز دي بعد ما عملناها، بعد ما عملنا جداول للتسليح دي، جداول التسليح دي بنبعتها، بس قبل ما نبعتها بنعمل فيها في الاخر برضو المختصر بتاعها. المختصر المختصر يعني ايه؟ يعني والله عدد الاطنان المطلوبة مثلا للمشروع او للوحة دي، مثلا عدد كذا طن او عدد كذا كيلو جرام حسب الوحدة المستخدمة، وعدد الاطنان المطلوبة من كل قطر. يعني مثلا القطر، مثلا قطر 12 ملي طالبين منه 5 طن، قطر 16 ملي طالبين منه مثلا 10 طن، قطر مثلا 22 مللي طالبين منه سي 20 طن، قطر 25 مللي طالبين منه مثلا 60 طن، والاجمالي بتاع الاطنان دي مثلا سي في الاخر 500 طن مثلا. طب ده مفيد في ايه يا باشمهندس؟ ده مفيد في اكتر من حاجه. اولا اقدر التكلفه بتاعتي، ان انا كراجل مدير مشروع او مهندس مشروع عايز اعرف تكلفه الحديد كام، لان تكلفه الحديد طبعا دي هتاثر تاثير كبير على تكلفه المشروع الاجماليه. يبقى انا اعرف تكلفه الحديد كام، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان انا ببعت البار بيندنج سكيدولز دي للورشه. الورشه احنا الرسومات اسمها ايه؟ اسمها الشوب درونجز. شوب درونج، شوب درونج اللي هي ايه؟ اللي هي الورشه، رسومات الورشه. رسومات الورشه ده اسم جديد بقى. ده اسم للرسومات، الشوب درونجز دي رسومات الورشه. ببعت جداول البار بيندنج سكيدولز دي للورشه. ورشه ايه يا باشمهندس؟ ورشه الحديد. حديد يا باشمهندس، هو الحديد بيتقطع في الورشه ولا في الموقع؟ على حسب. من الوارد ان يكون الحديد بيتقطع في الموقع نفسه، بيسموها باللغه المصريه العاميه البلدي في المواقع اسمها علبو. يعني ايه علبو؟ يعني الحديد هيتبعت من المصنع او من المخزن للموقع وهيتقطع في الموقع حسب الاشكال والاوزان والاطوال المطلوبه والاعداد طبعا. طيب ده بالنسبه للسيناريو الاول اللي هو يكون الحديد اتقطع في الموقع. في سيناريو تاني، في سيناريو تاني ان يكون في ورشه تقطيع وتشكيل حديد تسليح. طبعا بنبعت للورشه البار بيندنج سكيدولز دي، نقول لهم والله مطلوب من كل من السيخ الفلاني طوله كذا، وزنه كذا، عدده كذا، شكله كذا، والسيخ التاني وهكذا، والسيخ التالت والرابع وهكذا. وبعد كده الحديد بيروح مصنع بالاشكال المطلوبه ليه والاوزان والاعداد وي وي وي، بتروح من الورشه الى الايه؟ الى الموقع. ممكن تكون الورشه موجوده في الموقع زي بعض الشركات، يعني حسب برضه حسب الموقع وحسب حاجات ايه، حسب عوامل كتير قوي. فدي البار بيندنج سكيدولز، يبقى هي دي هدفنا في الاخر من رسومات الشوب درونجز بتاعه التسليح. وبالمناسبه احنا هيكون الكورس بتاعنا مركز على رسومات التسليح، مش هنكون مركزين على رسومات الفورم ورك. يعني هنكون مركزين على الكورس الجزء الثاني من الكورس بتاعنا اللي هو الجزء الثاني بتاع الشوب درونج اللي هو رسومات التسليح، مش رسومات الفورم ورك اللي هي رسومات الشدات الخشبيه او المعدنيه، الشدات بوجه عام.
واذا كان في الاخر وقت ممكن ان شاء الله نتكلم عنها حتى ايه نبذة سريعة يعني. بس الموضوع ان شاء الله بسيط، مش محتاج كورس معقد يعني. طيب، فاحنا كده عرفنا البار بيندنج سكيدولز ان هي الجداول اللي بيكون فيها حديد تسليح، ودي بيكون لها اشكال كتير قوي 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 يعني، وايه واحنا ان شاء الله هنتعرض لبعض منها في خلال الكورس بتاعنا. طيب، ندخل في النقطة الرابعة اللي هي ايه، هي نوتس اباوت شوب درونجز. ايه بقى يا باشمهندس نوتس اباوت شوب درونجز؟ في شويه حاجات بسيطه عن الشوب درونجز لازم نحطها في الاعتبار واحنا بنيجي نعمل رسومات الشوب درونجز بتاعتنا. ايه يا باشمهندس الحاجات الملاحظات اللي انت عايزنا ناخدها في الاعتبار معانا واحنا بنعمل رسومات الشوب درونجز؟ اول حاجه الجنرال نوتس. الجنرال نوتس بتاعت ايه؟ بتاعت المشروع. من لكل مشروع بيبقى في حاجه اسمها الجنرال نوتس اللي هي الـ يعني الداتا العامه، المعلومات العامه للمشروع، الملاحظات العامه، بيبقى حتى اسمها لوحه الملاحظات العامه، مش فاكر اسمها باللغه العربيه بصراحه، بس هي الجنرال نوتس يعني اللي هي بيبقى المعلومات العامه بتاعه المشروع. دي بيكون فيها ايه؟ دي بيكون في لوحه، بتكون لوحه في كل مشروع. احنا بنتكلم دلوقتي ان خلاص السكيل بتاعنا سكيل كبير، سكيل مشاريع كبيره يعني. محدش مثلا يقول لي والله انا بعمل عماره صغيره او فيلا صغيره وهتكلم بقى ان يكون ليها شوب درونجز. مش بالضروره طبعا، لو اتعمل هيبقى كويس، انما انا بتكلم في عاده الشوب درونجز بيستخدم في لارج سكيل بروجكتس، المشاريع الكبيره، محطات، مباني سكنيه كبيره وكومبلكس، او مباني معقده وناطحات سحاب، خزانات صعبه يعني. انا مش بتكلم في السمول سكيل، انا بتكلم في لارج سكيل بروجكتس. اوكي، طيب، فبيكون في لوحه او اكتر من لوحه اسمها جنرال نوتس. يعني كنت بشتغل في مشروع من المشاريع كان موضوع الجنرال نوتس ده فيه حوالي 16 لوحه جنرال نوتس. كويس، طيب، مش جنرال نوتس بس، يعني جنرال نوتس وحاجات تانية احنا هنتكلم عنها لسه. جنرال نوتس، الجنرال نوتس دي اللي هي بيبقى فيها ملاحظات عامه عن المشروع. يعني والله ان هيكون الخرسانه المستخدمه كذا، ان هيكون الكفر المستخدم كذا، ودي حاجات اللي موجوده برضو في النقط اللي جايه يعني. فلوحه الجنرال نوتس دي بيبقى فيها معلومات عامه عن المشروع ككل، ودي بتبقى لوحه ملزمه لكل الناس اللي بتعمل في المشروع ده. فلوحه الجنرال نوتس دي من اللوحه المهمه جدا، ومن المهم جدا ان احنا نقراها ونعرف تفاصيلها ونفهمها كويس قبل ما نبدا نشتغل في مشروع. ليه؟ لان ممكن مثلا يكون من ضمن الملاحظات اللي فيها، الملاحظات العامه، من ضمن الملاحظات اللي فيها ان مثلا الحديد تعمل على هيئه ستاجرد. يعني ايه ستاجرد يا باشمهندس؟ ستاجرد يعني ما تبقاش ان السبلايس كلها في مكان واحد. يعني ايه برضو يا باشمهندس؟ هي دي نقطه هنتكلم عنها بعد كده اكتر يعني. بس ان الحديد ما يكونش فيه الوصلات ما تكونش كلها في نفس المكان. دي مثلا نقطه ملحوظه عامه من الملحوظات العامه اللي بتبقى موجوده في لوحه الجنرال نوتس. طيب، ممكن والله يكتب لنا ان الخرسانه المستخدمه، الخرسانه مثلا الكواليتي بتاعتها كذا، مثلا الخرسانه الجوده بتاعتها تكون مثلا سي 25 على 30، او حسب بقى حسب الخرسانه المستخدمه. يعني في انواع كتير من الخرسانه، وطبعا زمايلنا المهندسين الانشائيين طبعا على درايه كافيه بيها، يعني ان في انواع كتير من الخرسانه. ف والله مثلا هنستخدم الخرسانه الفلانيه، مثلا الخرسانه الكواليتي الفلانيه، كواليتي الف مثلا للاساسات، كواليتي ب للاعمده، كواليتي ج مثلا للبلاطات والحيطان مثلا، او حسب ما يكون بقى حسب الكريتيريا بتاعه المشروع يعني. كويس، طيب، فدي الجنرال نوتس، ودي من الحاجات المهمه اللي احنا لازم نعرفها ونقراها ونفهمها كويس قبل ما نبدا نشتغل في المشروع. كويس، او في اللوحه. طيب، ايه هي الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه اليوزد كود، الكود المستخدم. ايه هو الكود المستخدم؟ الكود المستخدم هو من المعروف ان التصميمات او المهندس المصمم بيشتغل حسب كود معين. يعني في الكود المصري، في الكود الامريكي الاي سي اي، في الكود الاوروبي، في الكود البريطاني، في اكواد مختلفه. طب ايه هو الكود؟ الكود ده هو الكتاب اللي بيبقى فيه الطريقه المتبعه في التصميم، وبيكون في الكود ده حاجات ملحقات بيه زي اذا كانت في تفاصيل عامه خاصه مثلا بالدوله اللي هتنفذ فيها ارض المشروع، او اذا كانت الدوله مانحه لدوله تانية مثلا فلوس المشروع ده، فيبقى حسب الكود المستخدم بتاع الدوله المانحه، او حسب الايه، حسب طبيعه المشروع. فلازم برضو نعرف
اليوزد كود، الكود المستخدم ايه. يعني اذا كنت هتشتغل في الخليج عادة هتشتغل الكود الامريكي، منطقة الخليج العربي. اذا كنت هتشتغل في مثلا مصر هتشتغل بالكود المصري. اذا كنت هتشتغل في اوروبا عادة هتشتغل بالكود الاوروبي. اذا كنت هتشتغل في مشاريع في معظم دول العالم او في كتير من دول العالم هتشتغل بالكود الامريكي وهكذا. فلازم تعرف الكود اللي هتستخدمه ايه، سواء كود التصميم او كود التفاصيل، لان في حاجة اسمها كود التفاصيل، ده بيبقى فيه برضو التفاصيل العامة للمشروع، بس الكود ده مش خاص بالمشروع بس، الكود ده بيبقى خاص بالايه، بالدولة نفسها او نظام الدولة. وكل دولة معروف ان هي بتعتمد كود او مجموعة اكواد معينة. طيب فلازم نعرف الكود المستخدم ايه هو، ان احيانا كتيرة بيكون في اختلافات ما بين الاكواد، فلازم نعرف الكود المستخدم ايه علشان نتتبع تفاصيله هو كويس. طيب ندخل في النقطة اللي بعدها، ودي نقطة من النقط المهمة، الكونكريت كفر. ايه الكونكريت كفر؟ الغطاء الخرساني. ايه موضوع الغطاء الخرساني ده؟ الغطاء الخرساني طبعا كما لا يخفى على المهندسين الانشائيين ان الغطاء الخرساني ده هو عبارة عن المسافة معينة من الخرسانة، طول معين من الخرسانة بيغطي اسياخ الحديد من ان هي تتعرض لأي عامل من العوامل المختلفة، سواء عوامل جوية او غيرها. يعني ايه؟ يعني بيكون معروف ان الحديد في مباني او المنشآت من المصنوعة من الخرسانة المسلحة بتكون خرسانة زائد حديد زائد حاجات تانية، بس بالنسبة للخرسانة زائد الحديد، الحديد بيكون جوه الخرسانة عشان طبعا ما يبقاش معرض للصدأ او للعوامل الجوية او اي عامل من العوامل اللي ممكن تأثر عليه سلبا. فبيكون الحديد في مسافة معينة ما يتقلش عنها المسافة دي علشان يبقى معرض لأي عوامل، كمسافة تكون تحمي الحديد. طيب المسافة دي ايه؟ المسافة دي بيكون محددها المهندس المصمم، وبتكون موجودة في الجنرال نوتس، او موجودة في النوتس بتاعت كل لوحة، كل لوحة بيبقى ليها النوتس بتاعتها او في الجنرال نوتس بتاعت المشروع. ممكن مثلا الله يقول لك ان الكفر الغطاء الخرساني المينيمم. مينيمم يعني ايه مينيمم؟ يعني ما يقلش عن. طيب المينيمم بتاع مثلا الغطاء الخرساني ما يقلش مثلا في القواعد عن 7 سنتي، الغطاء الخرساني ما يقلش مثلا في الاعمدة عن 4 سنتي، الغطاء الخرساني ما يقلش مثلا في البلاطات عن 2.5 سنتي او 3 سنتي، وهكذا حسب الكريتيريا بتاعت المشروع. فالكونكريت كفر دي من النقط المهمة جدا ان احنا لازم نعرفها علشان نحافظ عليها ونراعيها جدا جدا في اثناء عمل لوح الشوب درونز. طيب ايه هي الحاجة التانية؟ الحاجة التانية اللي بعدها الانكروجيلينس اند لاب سبلايس. ايه الانكروجيلينس واللاب سبلايس؟ الانكروجيلينس هو اللي هو يقال عليه احيانا الديفلوبمنت لينس. ايه الديفلوبمنت لينس؟ الديفلوبمنت لينس اللي هو طول السيخ اللي هيربط مسافة الترابط ما بين السيخ والخرسانة، ما بين سيخ الحديد والخرسانة. يعني ايه؟ يعني المسافة المطلوبة بحيث تحقق الترابط والتماسك، اسمه طول التماسك احيانا باللغة العربية، اللي تحقق طول الترابط والتماسك ما بين سيخ الحديد والخرسانة في الاماكن اللي مفيش فيها حديد. يعني ايه؟ يعني اذا كان مثلا في سيخ حديد هيبقى يقف في مسافة معينة في الخرسانة. طيب ايه هي المسافة اللي نضمن ان يكون حصل ارتباط تام ما بين سيخ الحديد ده وجزء الخرسانة ده؟ المسافة اللي تضمن التماسك التام ما بين السيخ والخرسانة هي الانكروجينيتي دي. طب ودي مين اللي بيحددها؟ باشمهندس انت؟ لا مش انا. امال مين اللي بيحددها؟ ممكن يكون بيحددها الجنرال نوتس برضه، والمهندس المصمم عاده بيصمم بيحددها في لوحه الجنرال نوتس او في التفاصيل بتاعه اللوحه دي، عاده بتبقى مطلوبه. بيكون مثلا القطر، والله نقول مثلا المهندس المصمم بيعمل جدول او ما شابه، يعني بيقول ان طول المطلوب لتحقق طول التماسك الديفلوبمنت لينس في السيخ مثلا ال 12 هو كذا، مثلا سي 100 مثلا 100 مللي، في الحديد سي ال 16 بيبقى مثلا 150 مللي، وات ايفر الارقام. طبعا دي ارقام تجريبيه بس مش اكتر، انما في الواقع ان هي ممكن تكون ارقام طبعا مختلفه عن كده. طيب وبيكون ليها معادلات في الاكواد المختلفه وكذا. طيب اذا كان الكود اي حاجه والمهندس المصمم مش اي حاجه، فبنلتزم باللي موجود في الكود، عشان كده اهتمينا بنقطه اليوزد كود، الكود المستخدم. اما اذا كان المهندس المصمم قايل ان في رقم معين هنستخدمه، طالما بيحقق المينيمم بتاع الكود، المينيمم اللي هو اقل حاجه بيطلبها الكود، خلاص اوكي مفيش مشاكل. وفي الاول والاخر طبعا الموضوع بيرجع في الاساس في المقام الاول للمهندس المصمم واستشاري المشروع. طيب ده الانكروجيلينس. ايه بقى اللاب سبلايس؟
لاب سبلايس ده برضو كما لا يخفى على حضراتكم او كمهندسين انشائيين يعني ما يخفاش على حضراتكم ان اللاب سبلايس ده هو الطول اللي بيحقق الترابط ما بين الاسياخ وبعضها. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني اذا كان في سيخ هنعمل له وصلة مع سيخ تاني، طب ايه اللي خلينا نعمل له وصلة يا باشمهندس؟ في اسباب كتير اوي اوي تخلي حد نعمل وصلة مع حديد تاني. زي ايه يا باشمهندس؟ زي ولنفترض ان اطول طول سيخ مثلا 12 سنتي، 12 عفوا 12 متر. طب يا باشمهندس ده في اسياخ طولها اطول من كده. انا بقول على سبيل المثال يعني، هو في جرى العرف، جرى العرف سواء في مصر او في كثير من دول الوطن العربي وحتى في دول اوروبا ساعات، لان انا الحقيقه اشتغلت في مصر وفي الخليج وفي اوروبا، اشتغلت في مشاريع في مصر ومشاريع في الخليج ومشاريع في الخليج العربي ومشاريع في شمال افريقيا وكمان مشاريع في اوروبا. المهم طيب بالنسبه لللاب سبلايس ده، لو افترضنا ان طول سيخ الحديد الاقصى هو 12 متر، طيب وموجود عندنا بلاطه سقف مثلا طولها 17 متر او 18 متر، طيب هنحط سيخ 12 متر وبعدين هنكمل الباقي ازاي؟ هنكمل نحط سيخ تاني. طيب ايه هي بقى المسافه اللي نحط، اللي هي مسافه التواصل ما بين السيخين اللي نضمن منها ان يكون الاسياخ دي حققت الترابط التام ما بينهم؟ يعني ايه الترابط التام؟ يعني المسافه اللي نضمن منها ان الاجهادات اتنقلت بامان، بامان من السيخ ده للسيخ المترابط معاه. ايه هي المسافه دي اللي هي اللاب سبلايس؟ ودي عاده بتبقى يا اما معادله او جدول موجود في المشروع، بيبقى موجود فيه برضو ان طول اللاب سبلايس، والله لكل قطر بيبقى ليه لاب سبلايس. احنا في الكود المصري مثلا بيقولوا 65 فاي من طول السيخ، يعني اذا كان السيخ مثلا قطره 10 مللي يبقى 65 مره من ال 10 مللي يبقى 650 مللي متر. وعاده بالمناسبه بتكون لوحه الشوب درونج عاده بالملي متر، ممكن تكون بالمتر مفيش ما يمنع، ممكن تكون باي وحده مفيش ما يمنع، الا ان هي جرى العرف وعاده بتكون بالملي متر. طيب نكمل. فلاب سبلايس هي المسافة او طول التواصل او طول الترابط ما بين الاسياخ اللي هيكون ما بينهم وصلة عادية. يعني ايه وصلة عادية يا باشمهندس؟ هو في وصلات تانية، في كذا نوع من انواع الوصلات. يعني ايه يا باشمهندس؟ في انواع من الوصلات بس هو مش مجال ذكرها دلوقتي حالا، الا ان انا هقولها في بنبذة سريعة في اختصار، ان هي في وصلة اللي هي وصلة عادية، وصلة التراكب. وصلة التراكب دي اللي هي سيخ جنب سيخ زي صباعين اليد لما يكونوا جنب بعض، دي وصلة التراكب، ان هي بيكون في بينهم لاب سبلايس طول ما بينهم هما الاثنين ما بين السيخين، والطول ده بيكون بمسافة معينة محددة بمعادلات وعن طريق اكتر من سيناريو، يعني ان احنا نحدد الطول ده. وعادة بيكون المهندس المصمم قايل عليه يعني في الجداول اللي موجودة في الجنرال نوتس. وبيكون دي الوصلة الاولى اللي هي اسمها لاب سبلايس. طيب ايه هي نوع الوصلات التانية يا باشمهندس؟ في وصلة اللحام. طبعا بغض النظر بقى هنستخدمها او مش هنستخدمها، بس هي في الواقع ان في وصلة اسمها وصلة اللحام. ايه هي وصلة اللحام يا باشمهندس؟ ان ممكن لو في سيخ وفي سيخ تاني ممكن نلحم السيخين مع بعض. ايه يا باشمهندس ده بس مين سمح بكده؟ هو مسموح بكده في بعض الاكواد، وفي اكواد تانية ما تسمحش. بس طبعا هندخل في موضوع بقى ايه انواع اللحامات، وده موضوع كبير قوي 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 مش مجال لذكره دلوقتي، بس برضه من المفيد ان المهندس يعرف ان في وصلة لحام، واللحام ده في برضه كذا نوع وكذا، بس ده مش مجال ذكرنا ومش مجال حديثنا دلوقتي. طيب هما النوعين بس دول يا باشمهندس، وصلة التراكب ووصلة اللحام. لا، في نوع تالت من الوصلات اللي هو الوصلات الميكانيكية. ايه الوصلة الميكانيكية دي يا باشمهندس؟ في حاجة اسمها كابلر وثريد. يعني ايه كابلر وثريد يا باشمهندس؟ الكابلر والثريد دول عبارة عن حاجة زي صامولة، زي المسمار مع الصامولة. المسمار مع الصامولة بيتركبوا ازاي؟ بيجي المسمار يلف، المسمار اسمه مسمار بورما، اللي هو بيلف المسمار بيلف في مكان معين ليه، حاجة زي حاجة شبه كده يعني. وممكن برضه ان شاء الله لو في وقت نبقى نتكلم عنها اكتر. يعني ان الكابلر والثريد دول دي اللي هي الوصلة الميكانيكية، بتقدر تربط الاسياخ عن طريق راس براس، يعني طرف السيخ بطرف السيخ، من غير ما نحتاج نعملها لاب سبلايس. فده النوع التالت من الوصلات، ودي ان شاء الله ممكن نتكلم عنها في وقت اكتر من كده، اسمها كابلر اند ثريد كابلر. طيب ده بالنسبة للنقطة الرابعة اللي هي اللاب سبلايس اند انكر جيرنس. يبقى احنا كده عرفنا ان في نوتس اباوت شوب دروينجز، جنرال نوتس، يوزد كود،
كونكريت كفر، انكر جينينس اند لاب سبلايس. طيب في حاجه كمان يا باشمهندس، في حاجه كمان. ايه هي الحاجه كمان؟ حاجه اسمها تيبيكال ديتيلز. ايه التيبيكال ديتيلز دي يا باشمهندس؟ عاده بيكون ان في المشروع وبالذات المشاريع المعقده بيكون في تيبيكال ديتيلز. التيبيكال ديتيلز دي هي عباره عن التفاصيل اللي بتبقى موجوده ومتكرره في المشروع في اماكن مختلفه. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني والله اذا كان مثلا في فتحات، اذا كانت الفتحه طولها مثلا لا يزيد عن مثلا 150 مللي، يعني طولها 150 مللي او اقل، يبقى شكلها الشكل الفلاني والتسليح بتاعها التسليح الفلاني، والحديد الاضافي حوالين الفتحات هو مثلا كذا كذا. طيب اذا كان طولها اكبر، اذا كان عمق الفتحه مثلا اكبر من 150 مللي او بكامل مثلا بكامل العنصر، هيبقى شكلها كذا كذا كذا. طب مين اللي حدد الكلام ده؟ برضو نفس الكلام اللي هو الجنرال نوتس او البروجكت كرايتيريا او المهندس المصمم. يعني المهندس المصمم بيبقى حاطط لوحه اسمها لوحه التيبيكال تيلز، لوحه او اكتر يعني، طبعا مش بالضروره تكون لوحه يعني، لوحه او اكتر، يبقى فيها التفاصيل اللي هي متكرره عند الوصلات، عند شكل الكاميرات، عند شكل التسليح بتاع الاعمده، عند كذا عند كذا عند كذا. ودي طبعا كل ما بيكون عددها اكبر كل ما بتكون متسهل على المهندس سواء اللي بيعمل الشوب درونج او المهندس المنفذ اللي بينفذ في السايت، ان هو يقدر ينفذ المشروع زي ما المهندس المصمم بيطلب بالظبط. كويس. طيب فالتيبيكال ديتيلز دي من النقط المهمه جدا اللي لازم المهندس اللي بيعمل شوب درونج يلتزم بيها ويتابعها ويهتم بيها جدا. كويس. دي التيبيكال ديتيلز. كويس. طيب وعلى فكره دي بتكون ملزمه في معظم الاحوال للمهندس اللي بيعمل شوب درونج. ايه ده يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني اذا كانت التيبيكال ديتيلز دي موجوده في المشروع، فالمهندس اللي بيعمل شوب درونج واللي بينفذ في سايت ملزمين ان هم ينفذوها زي ما هي موجوده. طيب اوكي، ندخل في النقطه اللي بعدها اللي هي نقطه البروجكت كرايتيريا. البروجكت كرايتيريا هي نفس اللي انا كنت بقوله قبل كده بس بوجه عام بقى اكتر. يعني ايه؟ يعني المشروع ده هنتبع فيه سيناريوهات معينه، هنمشي فيه في خطوات معينه، المهندس المصمم عايز اي حاجه، عايز اي تفاصيل، عايز اي حاجه، بتبقى هي دي موجوده في الايه؟ في البروجكت كرايتيريا. دي مش بتبقى لوحه طبعا او كده، لا دي بتبقى اللي هي روح المشروع زي ما بيقولوا احيانا. يعني ايه روح المشروع؟ يعني والله في مشروع مثلا يبقى فيه حديد سي قطر 14، في مشروع تاني ما يكونش فيه قطر 14، في حديد مثلا قطر معين مش موجود في المشروع ده انما هنستخدمه في مشروع تاني، فنبقى كل مشروع بنتتبع معاه الكرايتيريا بتاعته. في حاجه اسمها البيندنج دايمترز. ايه البيندنج دايمترز دي؟ البيندنج دايمترز دي ان لو انت هتتني سيخ مثلا 90 درجه، نص قطر الدوران بتاع السيخ ده هيكون كام؟ طب مين اللي يقول؟ البروجكت كرايتيريا. طب الحديد المستخدم في المشروع ده، طب ما هو ده يا باشمهندس موجود في الجنرال نوتس. ما هي الجنرال نوتس والبروجكت كرايتيريا مش بعاد عن بعض. طب مين هيقول بقى ان الحديد المستخدم هيكون حديد مثلا حديد 4000 ولا حديد 3600 او 360 نيوتن على مليمتر سكوير او 3600 كيلو جرام على سنتيمتر سكوير؟ مين يقول؟ البروجكت كرايتيريا اللي هي برضو الجنرال نوتس مش بعاد عن بعض. طيب البيندنج دايمترز دي مين يقول ان الحديد مثلا اللي هيستخدم للكنات هيكون حديد مثلا 240 ملم نيوتن على المليمتر سكوير، انما الحديد اللي هيستخدم مثلا في المين رينفورسمنت مثلا للاعمده هيكون 3600 كيلو جرام على سنتيمتر سكوير، ده هو 360 نيوتن على المليمتر سكوير؟ او اللي يقول مثلا الحديد الاساسي هيكون سعره 400 نيوتن على المليمتر سكوير؟ مين يقول البروجكت كرايتيريا اللي هي برضو الجنرال نوتس؟ طب مين يقول الاقطار المستخدمه والغير مستخدمه وهكذا؟ فدي البروجكت كرايتيريا اللي هي روح المشروع، روح المشروع. طيب وطبعا واحنا جايين نشتغل في المشروع او في لوحه التصميم، اكيد انا اسف في لوحه الشوب دروينج، اكيد 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 بيكون المصدر الرئيسي لينا الديزاين سكتش، عشان اعرف منه شكل التسليح واعرف منه يعني عشان اعرف منه شكل التسليح واعرف منه الاقطار المستخدمه واعرف منه شكل التوزيع ومسافات التوزيع واعرف منه كل حاجه طالبها المهندس المصمم، ده بيظهر في الديزاين سكتش. طيب يبقى احنا كده عرفنا في الحلقه دي مقدمه احنا اصلا الكورس بتاعنا هيبقى فيه ايه ان شاء الله.
وبعد كده دخلنا في الجزء الاول اللي هو الكونسبت اوف شوب درونجز، يعني اصلا شوب درونج، ايه هو الشوب درونج. الشوب درونج زي ما اتفقنا ان هو الرسومات التنفيذيه التفصيليه المخططات اللي يقدر عن طريقها المهندس المنفذ ينفذ بسهوله وبسرعه وبدقه وباقل تكلفه ممكنه. عرفنا ليه بنعمل رسومات شوب درونج بالذات في المباني المعقده او المنشات المعقده، اذا كانت محطات، اذا كانت انفراستراكشرز، اذا كانت اي حاجه مش من البساطه نقدر نعملها في الموقع يعني ببساطه. عرفنا ايه هي البار بيندنج سكيدولز اللي هي الجداول اللي بنبعتها للورشه اللي بيكون فيها وصف دقيق ومبسط سريع لكل الحديد اللي موجود في اللوحه او في المشروع. وبعد كده عرفنا معلومات عامه او ملاحظات عامه عن الشوب درونج زي الجنرال نوتس، لوحه الجنرال نوتس اللي هي الملاحظات العامه والكود المستخدم اللي هنتبعه، والكونكريت كفر الغطاء الخرساني لكل عنصر من العناصر لان ممكن يختلف من عنصر للتاني او حسب طبيعه تعرض كل عنصر لعوامل جويه او مائيه او كذا. عرفنا الانكرج لينس اللي هو طول الترابط ال دي في الكود المصري، وعرفنا كمان اللاب سبلايس اللي هو الوصله التراكم، طول وصله التراكم ما بين السيخ والتاني، ودي نقطه من النقط المهمه ان احنا نراعي مسافات اللي ما بين الاسياخ، ومهم ان احنا نراعي اطوال اللاب سبلايس والانكرج لينس، من المهم ان احنا نراعي اماكن الوصلات دي هتبقى فين، يعني ما احطش الوصلات في اماكن المومنت اللي هي فيها فورس عاليه او ستريسز عاليه. دي النقط برضه هنوصل هنتكلم ان شاء الله عنها ايه بالتفصيل اكتر فيما بعد. عرفنا ان في تيبيكال ديتيلز، ودي حاجه من الحاجات المهمه ان احنا لازم نتابعها ونهتم بيها ونلتزم بيها. عرفنا ان في بروجكت كرايتيريا اللي هي برضو مش بعيده عن الجنرال نوتس كتير، اللي هي روح المشروع زي ما بنسميها باللغه العاميه. وعرفنا كمان ان في الديزاين سكتش اللي هو اصلا اللوحه اللي احنا بنشتغل منها كمهندسين شوب درونج بقى، ديزاين سكتش، ودي اللوحه اللي بيكون فيها الحديد وشكله بوجه عام، واللي بنقدر منها نشتغل ونعمل منها رسومات الشوب درونج علشان يقدر مهندس الموقع بعد كده ينفذ اللوحات دي. طيب دي الحلقه الاولى النهارده، ويا رب تكون الحلقه بتاعت النهارده كانت مفيده، يا رب نكون اتعلمنا منها حاجه، يا رب نقدر عن طريقها نعرف الشوب درونج بوجه عام. طيب الحلقه الجايه هناخد ايه؟ الحلقه الجايه هناخد ان شاء الله هنتعلم مع بعض، هنعرف فكره عامه عن الشوب درونج سوفت وير، هنعرف ايه هي برامج الشوب درونجز زي الاوتوكاد والارماكاد والاوتوكاد ستراكشرال ديتيلنج اي اس دي، وهنعرف يعني ايه لسب، وهنعرف البرنامج اسمه ادفر. هناخد برضه فكره سريعه عن او هنت سريع عن كل حاجه من دول، وان شاء الله يا رب نقدر ناخد معلومات اكتر كمان من كده. واتمنى يا رب ان ربنا يجعل الكورس ده في ميزان الحسنات ويجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، و يصلح حالي وحالنا وحال شباب المسلمين يا رب، وحال شباب العرب كلهم. وان شاء الله يا رب الحلقه الجايه هتكون قريب مش هتكون بعيد خالص، واتمنى ان يكون يا رب الكورس كان مفيد. معاكم المهندس عبد الرحمن محمد لبيب من القاهره من مصر ام الدنيا، ولو في اي حاجه مش واضحه او اي معلومات ناقصه او اي حاجه نقدر نتواصل ان شاء الله عن طريق الايميل عبد الرحمن underscore mlm@yahoo.com، وان شاء الله يا رب هوضح الكونتاكت ديتيلز كلها في